هبتدي بالكلام على الدلك، ولو في وقت ان شاء الله نتكلم على الدمج. طبعا البنتريتنج كاتوبلاستي بقالها فترة طويلة هي الـ treatment of choice for many corneal problems. دلوقتي اللاملار كاتوبلاستي is greatly replacing penetrating كاتوبلاستي. عارفين طبعا ان احنا اللاملار كاتوبلاستي either anterior lamellar كاتوبلاستي او posterior lamellar كاتوبلاستي، وكل واحدة لها كذا نوع. طبعا الانواع المهمه بالنسبه للانتيريور لاميلر او الموست بوبولار اللي هي الديب انتيريور لاميلر كاتوبلاستي، وبالنسبه للبوستيريور لاميلر اللي هي الديسك والديماك. والديماك دلوقتي از ريبليسنج الديسك بصوره افضل. الديب انتيريور لاميلر كاتوبلاستي او الدلك از ا سيرجيكال بروسيجر ان ويتش ذا انتيريور لايرز اوف ذا كورنيا ابيثيليوم بيزمنت ممبرين فورمز لاير ار ريبليسد باي دونر تيشو. ليه بنعمل الدلك؟ طبعا for preservation of the host endothelium، كون ان انا ما بحتاجش لدونر endothelium ده بيeliminate ال endothelial graft rejection و allows using buttons with poor endothelial count. وطبعا اللاملار كاتوبلاستي او الدلك is a safer option than penetrating keratoplasty بالنسبة للinteroperative complication. كذا تكنيك طلعت للدلك، في منهم بري ديسيماتيك وفي منهم ديسيماتيك دلك. اكتر تكنيك بوبولار اللي هو البيج بابل دلك، واللي عمله محمد انور سنة 2002. كانوا الاول بيعملوا اير انجكشن، كانوا بيستخدموا الاير كان وسيلة لان هو يعمل اوباسيفيكيشن للكورنيا، وبالتالي يقدر يخش ديب لحد ما يوصل للكلير لير، وكده يبقى قدر ان هو يقرب قوي من دسمه ممبرين. محمد انور هو الوحيد اللي اكتشف ان الانجكشن اوف اير ممكن يفصل دسمه ممبرين عن الاستوم، وكانت دي الفكره الديب انتيريور لاميلا او البيج بابل تكنيك، ان احنا بنحقن اير في الاستوما وبالتالي بيعمل كليفج لدسمه ممبرين، واقدر ان انا اشيل اللايرز بتاعه الكورنيا واسيب دسمه ممبرين. ميزة الدلك ان هو بيديني perfect interface. البري ديسماتيك لو سبت layers of stoma كتير الانترفيس بيحصل لي interface haze و interface problem، لكن طالما فصلت الديسمت ممبرين عن الستوما يبقى انا متأكد ان مش هيحصل لي اي interface problem. وكون ان البيج بابل بتتكون وتفصل لي ديسمت ممبرين دي بيوفر لي كتير من وقت العملية. عيب البيج بابل دلك انها تايم كونسيومينج كومبيرت طبعا للبنتريتنج كراتوبلاستي، وفي حالات الديب كورنيال سكارز او بريكس ان دسمه ممبرين لو عندي مشكله في دسمه ممبرين ما بقدرش ان انا اعمل الدلك او بتبقى صعبه، ومش كل الحالات بيتكون فيها البيج بابل، وممكن طبعا يحصل لي برفوريشن للدسمه ممبرين. بعمل الدلك في حالات الكراتوكونس، في الحالات الـ RGB intolerance poor best corrected visual acuity، لما يكون في كراتوكونس ومعها scarring، لما يكون في scarring due to any cause other than كراتوكونس، أو في الـ stromal dystrophies و degenerations. دي الـ big bubble technique. الأول أول حاجة بعد ما أعمل marking وأعرف الـ center of the cornea بعمل partial definition، وبعد كده بدخل الكانيولا اير انجكشن كانيولا، وهنعرف انواع الاير انجكشن كانيولا بعد كده. بدخلها في الاستوما في البوستيريور ثيرد او البوستيريور هاف اوف استوما، وابتدي اعمل انجكشن اوف اير، وهنا بتتكونني البيج بابل، وبعرفها من كذا ساين هنعرفهم. بس اوضح حاجه اللي هي لما يكون في سمول بابل في الانتيريور تشامبر بتروح ناحية البريفري indicating ان حصل separation من دسمة ممبرين من الستوم. بعمل superficial keratectomy بشيل superficial layer of stoma، وبعد كده بعمل بفضي شوية aqueous وافتح البيج بابل، اعمل puncture في الستوما و replace الاير اللي كان مالي السبيس بين الستوما ودسمة ممبرين، اعمل له replacement بفيسكو إلاستيك. احنا نقلل النور كده ولا واضح الفيديوهات؟ واضح. اوكي. بعد كده بشيل اللايرز
over بتاعة الاستوما overlying الدسمة membrane، بقسمهم أربعة quadrants وأشيل كل quadrant لوحدها لحد ما أوصل لبير دسمة membrane. أجيب الدونر بتاعي، المفروض إن أنا طبعا حاطط فيسكولاستيك لازم يتغسل، وأشيل الدسمة ممبرين من الدونر وأخيط الدونر بأي وسيلة أنا شايفها مناسبة ليا وللبيشنت. نبتدي نعمل أناليسز لكل خطوة من الخطوات. في الأول البارشال ديفينيشن، في كذا many types of Fines are present in the market. المين types اللي هما الحنة والبارون ترفاين. المفروض ان انا اوصل للترفاينيشن لabout 350 micron of the corneal thickness. ميزة الحنة ترفاين عن البارون ترفاين ان الحنة ترفاين اللي هو ده في ستوب، يعني انا ممكن اظبط الحنة ترفاين على 350 micron واقعد الف لحد ما يوصل ل 350 مايكرون لوحده هيقف، لكن هنا في البارون ترفاين المفروض ان انا اظبط، المفروض ان كل كوارتر اوف كوادرنت يعمل 60 ل 70 مايكرون، فالمفروض ان انا اظبط واعدها بالظبط بحيث ان هو يقطع لي 350 مايكرون. عاده ما بيبقاش مظبوط قوي زي الحنه ترفاين. نيجي لخطوه البيج بابل اللي هي اهم خطوه في العمليه. عندي كذا ساين تقول لي ان البيج بابل فورمد. اولا الباترن اوف وايتنج، اول ما بحقن اير في الكورنيال استوما بيحصل في فيزري اوباستي. الفيزري اوباستي دي انديكيتنج ان الاير دخل في الاستوما. اول ما الاير يوصل للسبيس بين الاستوما ودسمه ممبرين تبتدي الفيزري اوباستي دي تحول لي لسيركلر سيلفري اوباستي. سيركلر سيلفري اوباستي دي بتكبر لحد ما توصل لي للترفاينيشن اتش. لما تتكون البيج بابل طبعا بيحصل اليفيشن للانتر اوكولار بريشر، لان عندي ستراكشر جديد مال الانتيريور تشامبر اللي هو ديسيميت ممبرين. ولو في لو انا حاقن اير بابل في الانتيريور تشامبر في اول العمليه، الاير بابل دي بتروح للبريفري، بيحصل لها ديسبليسمنت للبريفري اوف ذا انتيريور تشامبر زي ما احنا شايفين كده اهو. في كذا انواع من الكانيولاس عشان الانجكشن اوف اير. ممكن انجكت اير بسيمبل هايبوديرميك نيدل 27 جوج وانجلد 90 ديجريز واتنيها 4 ل 5 ملم فروم اتس تيب، والبيفل لازم يبقى دايركتد داون. بعمل لها اتاتشمنت ل 5 ملل ل 5 ملي سرنجه 5 ملي، والافضل انها تبقى سكرو لوكت. في نيو بلانت كانيولاس بتدي لي سيفتي اكتر، ان انا مش هخرم الانتيريور تشامبر او مش هخرم دسمه ممبرين. في فوجلا كانيولا، تان كانيولا، سيرنيكولا كانيولا، كانيولاس كتيره جدا كلهم بيتميزوا انهم 27 جوج وبلانت تيبت وفلاتند كانيولا ويز ا بوتوم بوت. عيب الكانيولات دي ان انا مقدرش اخش في الاستوما لانها بلانت، فطبعا لازم اعمل لها تراك الاول عشان اقدر اخش بالبلانت كانيولاس دي. السايت اوف انتروداكشن اوف ذا نيدل، النيدل المفروض to be inserted at the depth of the trephination in the posterior half of the stoma. يعني مش المفروض انها تبقى سوبرفيشال ومش المفروض انها ديب، لانها لو ديب ممكن تخرم لي دسمه ممبرين، ولو سوبرفيشال الاير بابل البيج بابل مش هتتكون. المفروض انها تدخل حوالي 4 مللي في الكلير كورنيا. بيتر تو افويد السنتر اوف ذا كورنيا، عشان عاده في حالات الكراتوكونس السنتر بيبقى ثين، فاروح جنب شويه ناحيه الباراسنترال اريا. والمفروض لو انا عامل باراسنتيزس هنا اوديها للاذر سايد اوف ذا باراسنتيزس، لان الباراسنتيزس دي الاير ممكن يعدي منها للانتيريور تشامبر. البيج بابل فورميشن زي ما قلنا في فيزري اوباستي بتتحول لسيركلر سيلفري اوباستي، بيبقى معاها اليفيشن اوف انتر اوكولار بريشر وديسبليسمنت اوف ذا انتيريور تشامبر بابل
to the birth. دي حالة اتحقن الأول ما اتكونتش البيج بابل فبحقن تاني. البيج بابل اتكونت وال anterior chamber bubble راحت في البيرفي. Another big bubble. A fourth big bubble. ايه difficulties اللي هتقابلني during the big bubble formation؟ The horizontal air dissection. يعني ايه؟ يعني الاير بدل ما هيروح هينزل لتحت عشان يفصل لي ديسمت ممبرين عن الاستوما هيروح للسايدز او للبريفري. طبعا لو راح ناحية البريفري يبقى هيوصل لحد الليمبس وهيهرب الاير من الباراسنتيزس او هيهرب لي من الترابيكولار مشورك وهيسبب ان كل الكورنيا هتبقى بيضة. كل الكورنيا ابتدت لو بيضت كده يبقى انا هيبقى عندي مشكلة ان الجزء اللي بقدر اشوف فيه الانتيريور تشيمبر مش موجود، وبالتالي لو حقنت تاني مش هقدر اشوف اذا كان البابل اتكونت ولا لا. تاني حاجة الجرافت هوست جانكشن مش هعرف اشوف الادجز بتاعته عشان اعمل بروبر ديسكشن. طيب اتجنب الهوريزونتال اير ديسكشن ده ازاي؟ الدبث اوف ترفينيشن دي اهم حاجة. يعني الهوريزونتال اير ديسكشن ده دايما بيحصل لما يكون الترفينيشن سوبرفيشال. لو عملت ترفينيشن ات بروبر دبس يبقى غالبا مش هيحصل لي هوريزونتال اير ديسكشن. الديزاين اوف ذا كانيولا طبعا لازم البيج بابل كانيولا تبقى البابل بتاعها دايركتد داون، والكانيولا شود بي بليسد ان ذا بوستيريور ثيرد اوف ستوم، يعني ما تبقاش انتيريور. ومجرد المفروض انه مجرد ما الاير يوصل اشوفه وصل او البابل وصلت للترفينيشن ايدج المفروض ما كملش انجكشن. ممكن طبعا الاير يحصل له اسكيب للانتيريور تشيمبر، يا اما بيحصل من الباراسنتيزس يا اما بيحصل من الترابيكولار مشورك. ودي هنشوف الاير اهو عدى ووصل لحد الباراسنتيزس وابتدى يدخل جوه الانتيريور تشيمبر. مجرد ما دي حصلت يبقى اتوقع ان الفيرذر انجكشن لو عملت انجكشن لاير تاني هياخد نفس التراك، يعني هلاقي برضو الاير بيهرب من الانتيريور تشيمبر. وعاده البيج بابل بتبقى صعب انها تتكون بعد كده الا لو عملت حاجه جديده، يعني زي ان انا اشيل السوبرفيشال لاير وابتدي اعمل انجكشن ات ديبر ليفل. هنا لو نلاقي ان الانجكشن قريبه قوي من الجروف بتاعي او من الترفينيشن ايدج وبالتالي الاير هرب من الترابيكولار مشورك. عشان اتجنب الاسكيب اوف ذا اير بابل او البابلز انتو ذا انتيريور تشيمبر الكانيولا شود بي انتروديوسد اواي فروم ذا ترفينيشن جروف والباراسنتيزس may be done after big bubble formation. انا دي ما بفضلهاش، بس في ناس بتفضل انها تنجكت الاير قبل ما تفتح الانتيريور تشيمبر. انا دايما بحب ان انا اعمل الباراسنتيزس في الاول عشان احقن سمول بابل، ودي تبقى واحده من العلامات اللي ممكن تساعدني او تاكد لي ان البيج بابل فورم. والكانيولا طبعا should be introduced in the opposite side of the paracentesis. ممكن يحصل dislodgement of the cannula زي الحالة دي. لو شفنا الفيديو من الأول حصل big bubble formed وفجأة وقف لأن الكانيولا السرنجة طلعت بره الكانيولا ما كانتش attached كويس، فدخلتها تاني وحقنت كملت الحقن والبيج بابل كملتها. لازم عشان أتجنب الموضوع ده better to use a screw locked syringe، ويفضل ان انا امسك الكانيولا اهولد الكانيولا during the air injection، وما يفضلش طبعا ان انا اسيب الاسيستنت يركب الكانيولا في السرنجه. انا لازم ان انا افضل ان انا اركبها بنفسي واتاكد انها تايت. ممكن يحصل البرفوريشن اوف ديسمت ممبرين، بنحاول نتجنبها ان احنا نيوز بلانت كانيولا. الدبس بتاعي المفروض ان انا اظبطه، ممكن احط دروب اوف فيسكو الاستيك على التيب اوف ذا كانيولا عشان على الكورنيا عشان اقدر ان انا افيجواليز الدبس بتاع الانترودكشن اوف
the cannula. والمفروض ان انا انجكت اير جنتلي، بلاش الفورسبل انجكشن اوف اير. السبيد اوف انجكشن ملهاش اي دور في تكوين الاير بابل البيج بابل. لو حصل فيلير اوف بيج بابل فورميشن، يعني البيج عملت اول انجكشن البيج بابل didn't form، لسه عندي فرصه ممكن اعمل انجكشن ثانيه وثالثه ورابعه لحد ما تتكون البيج بابل. هنا ما نفعتش من اول مرة، بحقن المرة التانية في مكان تاني والبيج بابل اتكونت والانتيريور تشامبر بابلز ديسبليست للبيرف. عملت كذا انجكشن وما اتكونتش البيج بابل، ممكن ان انا اريموف السوبرفيشيال لاميليا او اعمل سوبرفيشيال كيراتكتومي، و ساعتها ممكن البابل تتكون. هنا زي ما احنا شفنا الاير هرب للانتيريور تشامبر من الباراسنتيزس، فانا شلت السوبرفيشال لاميلي ودخلت الكانيولا تاني ات ديبر ليفل وحقنت، وهنشوف البيج بابل هتتكون هنا. If the big bubble didn't فورم بعد كل الترايلز اللي انا عملتها، ممكن ابتدي اعمل layer by layer dissection، او هنشوف التكنيك او الاستراتيجي بتاعتي في الفيلد بيج بابل في البرزنتيشن اللي بعد دي. بقعد اعمل layer by layer dissection لحد ما اوصل ل bare decimate membrane. الباراسنتيزس في ناس زي ما قلت لكم بتفضل تعملها at the beginning of surgery، وانا مع الموضوع ده، ان احنا الميزه ان انا هقدر احقن اير في الانتيريور تشامبر واشوف الدبل بابل ساين. وفي ناس بتحب تعمل باراسنتيزس بعد ما تكون البيج بابل، بس المفروض لو هعملها في بدايه السيرجري تبقى as small as possible. Superficial keratectomy دي تعتبر من الخطوات السهله. Some surgeons prefer to create the air bubble after removal the anterior stromal lamellae، يعني الاول تشيل superficial lamellae وبعد كده تدخل الكانيولا وتنجكت اير. دي لها ميزتها انها الفيجواليزيشن يبقى better ويقدر يخش على more deeper plane، بس عيبها ان ممكن يبرفويت. Removal of the posterior corneal stroma، المفروض ان انا اعمل quick slash او brave slash. دي الخطوة دي المفروض مهمة جدا، المفروض ان انا اعملها بسرعة و with a sharp blade، ولازم اعمل paracentesis قبليها واملى السبيس ما بين دسمة ممبرين والستروما بفيسكو الاستيك. في كذا وسيلة لان انا اشيل الستروما، في كذا بلانت سباتيولا طلعت. دي برامد الشيب، بدخل السباتيولا واعدي الكريسنت نايف على الايبكس بتاعها، وممكن تتعمل بمقص وممكن في جروف سباتيولا، في كذا طريقة. بس دلوقتي انا بطلت بصراحة استخدم السباتيولا، لقيت ان المقص اسهل لي واسرع ومش فارق على الريسك اوف بيرفوريشن. المفروض يبقى عندك لو هتشتغل دلك يبقى عندك بلانت تيبت سيزر، ده يبقى رفيع، والمفروض ان الابر بليد ما يبقاش يبقى شورتر ذان ذا لور بليد، عشان لو حصل انتانجلينج لدسمه ممبرين وانت بتقص على الجزء ده وقصيت الحته دي ما يقصش دسمه ممبرين. بعد ما اشيل الستروما ويبقى عندي بير دسمه ممبرين، باخد الدونر بتاعي. المفروض ان انا ما اعملش اي ترايل ان انا اشيل دسمه ممبرين من الدونر الا بعد ما اتاكد ان انا كومبليتد الدلك سيرجري بتاعي وان دسمه ممبرين انتاكت، وبعد ما اشيل الفيسكو الاستيك من على دسمه ممبرين وكل حاجه، ابتدي ساعتها ان انا اروح للدونر بتاعي اعمل تريفاينيشن واشيل دسمه ممبرين. وفي الوقت ده ما انساش ان انا اقول للاسيستنت يعمل كونتينوس اريجيشن لدسمه ممبرين، يعني يحط سلاين كارفولي على دسمه ممبرين بتاع الريسيبينت عشان ما ينشفش.
الخطوة دي ممكن تاخدها تتعمل في 10 دقايق أو ربع ساعة. فالمفروض لو سبت دسمة ممبرين بير دسمة ممبرين كده هينشف. هنا بشيل دسمة ممبرين سيمبلي، ممكن يتشال ويطلع كامل زي ما احنا شايفين. ممكن تعمل له ستيننج، ممكن ما تعملوش، ممكن تشيله بسبونج، وممكن تشيله وان بيس زي ما انا عملت له بالبيلينج تكنيك. بعمل السوتشينج بتاعي، يعني السوتشينج بتاعي زي البنتريتنج كاتوبلاستي، بس يعني انت يفضل طبعا ان انت تخيط يبقى البلين اوف انتروداكشن اوف ذا نيدل في الدونر يبقى more superficial than the recipient، يعني وانا داخل في recipient اخش as deep as I can. لو حصل دسمة perforation حسب ال degree of perforation او size of perforation، لو perforation زي ده very small perforation المفروض ان ده ممكن اقدر اكمل دلك surgery بتاعتي، اشيل البواقي واحقن اير. لما احقن اير في الانتيريور شيمبر هلاقي ان فعلا very small perforation اللي موجود، واشيل دسمة ممبرين من الدونر واكمل دلك سيرجي. صحيح ان ممكن يحصل لي دبل انتيريور شيمبر او دسمة سيبريشن بوست اوبراتيف، بس بسنجل انجكشن اوف اير بيخف على طول. لو البرفوريشن كبير بقلب لبنتريتنج كراتوبلاستي زي دي حالة حصل لارج برفوريشن وبنشيل دسمة ممبرين كله. في بعض حالات بنصنفها انها difficult dulk cases زي حالة الكورنيال سكارينج بوست مايكروبيال كيراتيتس. الحالات دي تعتبر difficult dulk بس but dulk is still feasible وممكن تتعمل. المفروض ما اعملش ما استسهلش واعمل penetrating keratoplasty في الحالات دي. بقدر في معظم الحالات ان انا اوصل لبير دسمة ممبرين. حالات الفيرنال كونجنكتيفيتس المفروض ان انا احاول ان انا اعمل لها دلك، لان الاميون ريسبونس بتاعهم بيبقى مش حلو في البنتريتنج كراتوبلاستي. بيبقى فيه طبعا بيبقى عندي البنس اللي موجود وفاسكولارايز بيحصل بليدنج، بس البيج بابل ممكن تتكون. بس لازم اخد بالي لو انا عندي فاسكولارايز بنس في السبيريور بارت البيج بابل دايما مش هتتكون في الاريا اوف بانس. زي ما احنا شايفين البابلز اللي في الانتيريور تشيمبر هنا البيج بابل ديدنت فورم، ولازم اعمل مانوال ديسكشن بفيسكولاستيك اسلك الجزء اللي فيه البانس، وفي الاخر بتكمل دلك. حالات البوست اي سي ار برضو ممكن يتعمل لها دلك. ممكن ادخل الاير انجكشن كانيولا بتوين الرينجز، وزي ما احنا شايفين البيج بابل بتتكون عادي فيش اي مشاكل، وبعمل السوبرفيشال كيراتكتومي بتاعي. وانا بعمل السوبرفيشال كيراتكتومي غالبا بدخل في البلان اللي بيبقى فيه الرينج مزوعة، فلاقي الرينج هتطلع لي بسهولة. وبكمل الدلك سيرجي زي العادي. So our presentation we conclude منها ان دلك is always a good first option with excellent skill to acquire or better outcome for long term graft survivor, where it is a safer option than penetrating keratoplasty. ال presentation اللي جاية هكلمكم على ال field big bubble وايه اللي بنعمله في ال field big bubble، وبعد كده هنتكلم على dual layer و type 1 و type 2 أو types of bubble formation. طيب طبعا احنا قلنا الحاجات دي. مشكلة البيج بابل ان في 10 to 40% failure of big bubble. دي الستاديز اللي اتعملت على البيج بابل دلك، ونشوف ان محمد انور كان عنده
rate of big bubble formation 90%, Fogla 69%, Fontana 64%, Javadi 80%, كلهم بيتراوحوا ودوا 48%. هنا دول كلهم حالات كراتوكونس ومنهم حالات ايرلي كراتوكونس، فدول بيبقى البيج بابل فورميشن سهل او اسهل من الحالات اللي فيها سكار. دوا لما عمل الاستادي بتاعها عملها على كل الحالات، سواء عمل انكلوجن معاهم للكراتوكونس والستومال ديستروفيز والكورنيال سكارينج ديو تو مايكروبيال كراتيتس، وده يفسر لي الريت اللو ريت اوف بيج بابل فورميشن. فاحنا طبعا بما ان احنا دلوقتي في اوبشنز كتيره للكراتوكونس زي رينجز، فما بنعملش الحالات كراتوكونس الا لما يبقى فيها سكارينج، فالريت بتاع البيج بابل فورميشن قل كتير، ولازم يبقى عندنا another plan in cases of failure of the big bubble. الكلام ده اتقال في الاستادي اللي فات، في البرزنتيشن اللي فات. الـ prerequisite for big bubble formation: the depth of definition 350 microns, 27 gauge needle bevel down, site of introduction in the posterior third of the stoma in the paracentral area, should be away from the definition group groove and paracentesis. مفروض ان انا اعمل injection of air gently using a 5 milli syringe. بعمل multiple re-injection if failed first injection. وممكن اعمل removal superficial lamelli and re-injection at deep level. قلنا signs of big bubble formation. الفيلد بيج بابل ليه بيحصل فيلير؟ في فاكتورز يا اما ريليتد للبيشنت يا اما ريليتد للسيرجن. ريليتد للبيشنت زي السكارد كورنيا لو في بريفيس اتاك اوف هايدروبس، او في الفيري ثين كورنيا، او فاكتور ريليتد للتكنيك بتاع السيرجري زي السوبرفيشال ديفينيشن، امبروبر انترودكشن اوف ذا كانيولا سواء في الدبس او في مكان الانترودكشن، اسكيب اوف ذا اير انتو ذا انتيريور تشامبر، او حصل بيرفوريشن. الفيلد بيج بابل ممكن اصنفها الى ان ممكن يحصل فيلد فورميشن، يعني البيج بابل didn't form from the start، او collapsed بيج بابل يعني formed بيج بابل then collapsed، او incomplete بيج بابل يعني البيج بابل didn't reach the normal size، و او حصل ان البيج بابل formed وحصل لها bursting او rupture. دي examples لحالات الفيلير اوف ذا بيج بابل. عملت injection للاير والبيج بابل didn't form، مجرد حصل whitening للكورن. بنبص على البابلز اللي في الانتيريور تشامبر نلاقيها انها ما تتحركش، ما اتحركتش، والباترن اوف اوباسيتي طالع طبعا فيزري، ما فيش السيركلر اوباسيتي بتاعه البيج بابل فورميشن. لو حصل failure of the big bubble ايه اللي اعمله؟ المفروض ان انا هيحصل لي whitening للكورنيا، المفروض I should go layer by layer as deep as I can. بعد كده المفروض ان انا اخد two layers of the cornea، وبعد كده احقن viscoelastic on the stoma to enhance the visualization. بعد كده هيبقى عندي شوية intrastomal bubbles، very minute intrastomal bubbles و anterior chamber bubbles و small bubbles in the supra-desmetic plane. يعني لما بعمل injection of air في الستوما في شوية bubbles أو minute أو very small bubbles بتقدر إنها تدخل في البلين ما بين الستوما وdesmet membrane. This is my target. These bubbles are my target. المفروض إن أنا أحاول إن أنا أوصل للbubbles دي، وthese bubbles will guide me to the supra-desmetic plane. لما اوصل للبابلز دي المفروض ان انا هعمل انسيجن للستوما over one of the bubbles in the supra-desmetic plane to access bare desmet membrane، وابتدي اعمل injection لفيسكولاستيك and continue dissection، واكمل دلك زي العادي. ده example للكلام اللي بقوله. هنا failure of big bubble بعد السوبرفيشال كراتكتومي الاولانيه، باخد another layer of the stoma وبحقن فيسكولاستيك. هنا انا لو ب
بين تلكو الفيو البابل الكبيرة دي مثلا جوه الانتيريور تشيمبر في هنا بابل دي تعتبر في السوبرا ديسماتيك بلين وفي سمول ماينيوت بابلز في الاستوما دول ما يهمونيش في حاجة. هتارجت البابل اللي هي في السوبرا ديسماتيك بلين اللي هي دي هفتحها بانسولين سيرنج بيفل داون وعملت لي الفتحة اهي بخش منها بفيسكو الاستيك انجكت فيسكو الاستيك وده هيدخلني على السوبر ديسماتيك بلين وابتدي اشيل الاستوما زي الحالات التانية. ده اسمه المايكرو بابل تكنيك ده برضو اكزامبل من المايكرو بابل تكنيك. لو انا بصيت هنا عندي بابل في الانتيريور تشيمبر وفي بابل جنبيها في الجزء ده. بابل في الانتيريور تشيمبر فريلي موفينج كل ما اعمل تابنج عليها ودي في موفمنت بسيطه جدا بس ريستريكتد تحس انها مزنوقه ان تو بتوين تو لايرز. This is my target. هي دي كبيره شويه طبعا مش على طول ان انا بلاقيها بالحجم ده بس ده مجرد مثال يوضح ان ممكن تلاقي بابلز سمول بابل مش لازم بالبيج بالسايز اوف ذا بيج بابل بس ممكن تلاقيها وتجايد يو للسوبر ديسماتيك بلين. هنا انا فتحت البابل او بحاول ان انا افتحها كده اتفتحت لوحدها من غير ما اقصها وححقن فيسكو الاستيك ولما نشوف الحقن بتاع الفيسكو الاستيك هيكون لي على طول هيفتح لي السبيس ونلاقي ان البابل اللي في الانتيريور تشيمبر راحت للبيرفي. دي برضو اكزامبل للمايكرو بابل تكنيك. هنا البابل دي هي دي التارجت بتاعي في تو بيج بابلز في الانتيريور تشيمبر. هنشوف دلوقتي عشان تبقى المثال واضح هحقن اير في الانتيريور تشيمبر هنشوف التو بابلز دول هيضموا مع بعض والبابل دي زي ما هي. This bubble is my target. هي دي. This is the bubble which will guide me to bare desmet membrane. الحل التاني غير المايكرو بابل تكنيك ان في بعض الناس بتعمل fluid injection يعني injection of PSS في الاستوما يعمل لي swelling في الاستوما وابتدي اعمل layer by layer dissection بس عادة ده مش هيوصلني لbare desmet membrane. في حالات الثين كورنيا ساعات الكورنيا بتبقى ثين very thin في السنتر مجرد ان انا بعمل superficial keratectomy بلاقي ان السنترال اريا بعمل لها stripping وتوصلني لأورب بير ديسمت ممبر. هنيجي للحاجة التانية بتاعت الفيلد بيج بابل اللي هي كولابس بيج بابل يعني البيج بابل اتكونت وبعد كده كولابست. هنا انا بعمل البيج بابل بتاعتي اتكونت البيج بابل و البابلز في الانتيريو تشيمبر راحت للبريفري. هنشوف لما هشيل الكانيولا هيحصل ايه. مجرد هنا ما شلت الكانيولا البابلز البابل طلعت من التراك بتاع النيدل بحقنها تاني بتتكون وبعد كده مجرد ما اشيل الكانيولا بتاعتي بترجع يحصل لها كولابس. الحقيقة مجرد ما البلان ما بين دسمه ممبرين واستوما اتفتح بيبقى سهل ان انا اوصل. هنا بضطر ان انا اعمل بقى layer by layer dissection اغير الاستراتيجي بتاعتي. هنا بان ليه حصل ان البيج بابل حصل لها كولابسنج ان حصل كان في perforation فوق لدسمه ممبرين. لما يحصل كولابس البيج بابل يبقى يا اما طلع لي الاير من التراك بتاع النيدل يا اما حصل دسمه ممبرين perforation. غير كولابس بيج بابل ممكن البيج بابل تبقى incomplete ودي بنشوفها اكتر في حالات الكورنيال سكارينج يعني البيج بابل بتتكون بس ما توصلش للترفينيشن ايدج.
أول إنجكشن البيج بابل فيلد، بحقن كمان مرة برضو لسه مش واضح قدامي الصورة، بحقن كمان مرة، كلها حصل وايتنينج. لما ألاقي الموقف زي ده أبتدي أشيل لايرز من الكورنيا وأشوف الوضع إيه بعد كده. هنا ابتديت أشيل اللاير الأولانية، اللاير التانية الدنيا لسه مش واضحة، ببتدي إن أنا أكمل. هنا ابتدت الصورة تبقى واضحة، البابلز اللي في الأنتيريور تشيمبر ديسبليست بس مش للبريفري قوي، هنا في جزء ما فيهوش بابلز، ده احتمال يبقى سمول بابل فورمد نوت كومبليتد، لسه مش واثق في الموضوع. فببتدي اخش على بلان ديبر، بستخدم المايكرو بابل تكنيك وابتدي اجو على ديبر بلان واشيل برضو لاير كمان من الاستروما. دي برضو لاير تالتة من الاستروما. الصورة ابتدت تبقى واضحة اكتر، هنا في بابل فورمت والبابلز اللي في الانتيريور تشيمبر رايحة للبريف. هنا انا بفتح البابل دي، وبشيل اللاير اللي فاضله من الستور. وكده اوصل لبيريودسمت ممبرين. الفيلير اوف بيج بابل ممكن يبقى ناتج عن بيرستينج اوف ذا بيج بابل، يعني ممكن البيج بابل يحصل لها فورميشن وتبقى كويسه زي الحاله دي وبعد كده يحصل لها بيرستينج. لو شفنا سلو موشن للحاله دي اهي، البيج بابل اتكونت واتكونت كويس وكل حاجه تمام، بس حصل لها بيرستينج واول ما بيرست الاير كله ملى الانتيريور تشيمبر. طبعا انا جايبها بالسلو موشن لكن انتر اوبرتيف ما كنتش فاهم اللي حصل، لقيت بيج بابل بتتكون وبعد كده ما لقيتهاش، فقلت ان انا اروح اعمل برضو لاير باي لاير and I'm trying to looking what happened. حاسس ان في perforation بس still didn't still I'm not sure وI'm still insisting ان انا اكملها دلك layer by layer و مايكرو بابل تكنيك. واضح جدا ان في perforation بس يعني trying to see what happened. هنا انا شلت كل الاستوما ووصلت لبير دسمت ممبرين، وهنا باين البرفويشن بتاعي، دسمت ممبرين انتاكت اهو هنا وحصل البرفويشن، طبعا ده لارج برفويشن واتحولت لبنتريتنج كريتوبلاستي. سو في البرزنتيشن اللي بعد كده هنتكلم على تايب 1 وتايب 2، بعد كده ممكن نفتح شورت ديسكشن. دي شورت فيديو للبيج بابل تكنيك، ده التكنيك بتاعي دلوقتي، ده ريسنت فيديو، في شوية اختلافات من الحاجات اللي شفتوها. بقيت ان انا اعمل سمول انسيجن في الاستوما في الميد استوما عشان انتروديوس البلانت كانيلا ثرو ات، و بعمل انجكشن زي العادي superficial keratectomy زيها برضو، مفيش اي اختلاف عن التكنيك اللي قبل كده.
الاختلاف الوحيد ان انا بطلت استخدم الاسباتولا. I am using now scissors. ولقيت ان مش فارقة خالص. واللي خلاني انقل من الاسباتولا للسيزرز ان اكتشفت ان الموضوع it's all about the type of bubble. يعني عادة type 1 يعني usually if your technique is good you will not perforate. Type 2 هي اللي بيحصل لها perforation. طبعا احنا كل اللي فات قاعدين نتكلم على بيردسمت ممبرين والبليم ما بين بيردسمت ممبرين والاستوما, بس actually it is not a بيردسمت ممبرين. وفي بعض الحالات اللي انا كنت فاكر ان انا وصلت لبيردسمت ممبرين زي الحالة دي, واكتشفت ان في layer اهي موجودة بيردسمت ممبرين intact, بس في layer موجودة دي بصراحة ما كانش مفهوم layer دي ايه. حصلت لي اكتر من مرة, شكلها مش استوما وفي نفس الوقت دسمة ممبرين انتاكت قدامي. دي برضو نفس حالة مشابهة. It looks as if a membrane او a distinct layer, بس at that time ما كانش عندي تفسير بصراحة, لحد ما ابتديت اقرأ كتير في الموضوع ان في كذا واحد وصف ان this is a pre-dismatic layer and there is a pre-dismatic layer overlying dismet membrane after injection of air. برضو حصلت لي وانا بعمل stripping لدسمت ممبرين من الدونر ان ساعات بحس بريزيستنس وانا بشد, و I'm not feeling ان انا بشيل دسمت ممبرين. هنا شايفين resistant وفجأة هتلاقوا ان انا دسمت ممبرين بيطلع معايا very smoothly. هنا انا وصلت للبلين بتاع دسمت ممبرين, واضح ان انا كنت بشد دسمت ممبرين وكان لازق فيه layer of stone. ده دسمت ممبرين العادي, والحتة اللي كنت بشدها اهي لوحدها. It looks as if a distinct layer from the stone. اتوصفت قبل كده dissection plan in deep anterior lamellar keratoplasty using the big bubble technique. دول ابتدوا يتنبهوا ان في pre-dismatic layer على دسمه ممبرين. واحد تاني ماكي برضو وصف نفس القصة, وبروفيسور دوا وصف الموضوع بتمعن اكتر على دونر كورنيا, عمل استادي على دونر كورنيا ووصف اللاير اللي هي البيدسماتيك لاير وسماها دوز لاير. احنا عارفين الاناتومي اوف ذا كورنيا 5 لايرز. دلوقتي بقى في لاير بيدسماتيك لاير لها كرايتيريا انها اي سيلولر وتف وداز نوت اكستند تو ذا ليمبس اقل من 9 مللي و5 تو 8 سين لاميلي اوف تايتلي باكت كولاجين باندلز. في ضوء اللاير دي وصف ان في تايب 1 بابل, دي البابل اللي احنا معظمنا او كل معظمنا بنشوفها, هي دي التايب 1 بابل. ودي عاده ما بتبقاش بيردسمت ممبرين, بيبقى بتوين دو لاير او البيردسماتيك لاير والاستوما. وفي تايب 2 وتبقى الكرايتيريا بتاعها انترا اوبراتيفلي ات از ا وايت سيمي اوبيك سيركلر رينج ولس ذان 9 مليمتر ان دايامتر. يعني كل الكلام اللي كنا بنقوله على البيج بابل دي ده تايب 1 بابل, وكل اللي كنا بنقوله على بيردسمت ممبرين ده مش بيردسمت ممبرين, this is a pre-dismatic layer overlying dismet membrane. وصف other type من البابلز اللي هي تايب 2 بابل, ودي between بيردسمت ممبرين والدوال لاير, وانتر اوبراتيفلي بيبقى لها clear edges و start from the periphery و extend more than 9 millimeter in diameter. يعني عادة بتوصل للليمبس, ودي صور لتايب 2 بابل. واضح اهي التايب 2 بابل اتكونت, البابلز اللي في الانتير تشيمبر راحت للبريفري و clear margin bubble. دي باينة اهي, هنلاقيها
بوضوح واضحه من الادجز ابتدت تكبر، والبابلز اللي في الانتيريور تشامبر راحت للبريفري، وكلير مارجن بابل از ابيرنج ان ذا انتيريور تشامبر واكستندنج تو ذا ليمبس. Another type 2 bubble, clear margin, extending للبريفري واصلة لحد الليمبس، واضح أهي إنها واصلة لحد الليمبس. طيب، so our target have changed from a bare desmet membrane to a bare dura layer. الحقيقة إن التايب 2 بابل دي مشكلتها إنها بتفرقع ايزلي، يعني مجرد بالتاتش، فلازم يبقى التارجت بتاعي بير دواليه and not I shouldn't target a bare desmet membrane. ودي أمثلة من التايب 2 بابل وقد إيه إنها بسهولة بتفرقع، ودايما بتفرقع في صورة بيرستنج. دي أنا بحاول إن أنا أعمل باراستيزيا، بفتح الباراستيزيا، الباراستيزيا دي كانت معمولة بحاول أفتحها، و just مجرد ان اي انكريز للبريشر بتبرست. ده لو موشن فيديو عشان يبين قد ايه بتبرست without any touch. هنا هبطئ الفيديو، انا قصيت اهو وراجع لوحدها حصل لها بيرستي. ده البير دسمت ممبرين، ده نفس القصة حتى وانا بستخدم الاسباتيولا على بير دسمت ممبرين حصل بيرستينج من غير ما اعمل اي حاجة. فاكتشفت ساعتها او توصلت الكونكلوجن ان موضوع الاسباتيولا ده مش فارق، وان انا الموضوع كله بيعتمد على التايب اوف بابل. if I have a type 1 bubble then dulk most likely will continue. If I have a type 2 bubble, then I should change my technique. We shouldn't treat it as a type 1 bubble with the same technique as type 1 bubble. واللي أكد لي إن أنا رجعت كل الفيديوهات اللي عملتها في 5 أو 6 years فاتوا، لقيت إن type 1 ده الـ rate of conversion lipenetrating keratoplasty. Type 1 bubble, I had no cases converted to penetrating keratoplasty. في حين ان type 2 bubble about 90% of cases with type 2 bubble converted to penetrating keratoplasty. وفي الايز اللي حصل failure of big bubble عندي البرسنتج ده من penetrating keratoplasty. So I should target for a type 1 bubble. ده برضه فيديو لتريبل دلك with cataract surgery. اتكونت لي type 2 bubble زي ما هنشوف. I neglected this type 2 bubble. I didn't open it and I treated it as if a failed big bubble. وابتديت ان انا اعمل layer by layer dissection. وده التكنيك اللي انا بعمله دايما لما يحصل لي type 2 bubble لكنها مش موجودة خالص، وابتدي احاول اوصل للبري ديسيماتيك بلين زي ما انا بوصلها. يعني لازم ان انا اخلي layer dual layer أو pre-desmatic layer overlying the desmet membrane. ده دي second layer of stoma، وهبتدي هحاول أصور على كل فيديو شوية. هنا أنا وصلت ل pre-desmatic layer. المفروض هنا في دي أنا عندي بريدسماتيك لاير وبعد كده اير وبعد كده دسمت ممبرين، وهفتح دلوقتي على البابل عشان ابتدي اعمل احاول ان انا اعمل الكاتاراكت سيرش، او دلوقتي هاخد انذر لاير اوف ذا ستوما.
بكمل dissection، عايز اوصل as deep as I can، ومن insertion اللي فيه type 2 bubble متكونة عندي. هنا I nearly reached the desired plane، وبشيل الاستوما. بفتح البيج بابل عشان دسمت يلزق في البيدسمتك لير، وابتدي عشان عايز اعمل الكاتاراك سيرجري بتاعتي. I didn't perforate دسمت membrane، I perforated the بيدسمتك لير عشان اقدر اعمل الكاتاراك سيرجري. انا هنا ابتديت ان انا بعمل الكاتاراك سيرجري. هنشوف دلوقتي البرفوريشن هيحصل فين، انديكيتنج بس ان قد ايه الدسمت لوحده ضعيف and couldn't cope with any increase في البرشر. هنا أنا بعمل irrigation aspiration. حصل perforation في المكان اللي هو مجرد إن أنا فتحت فيه البيدسماتيك ليل، وده طبعا ما قدرتش إن أنا أكمل الكاتراك سيرجي وأمبلانت الـIOL، وكان النتيجة إن conversion لpenetrating كريتوبلاستي. So as a conclusion, the big bubble technique is the most convenient طبعا among other techniques of DALK. We try to achieve a type 1 bubble and the target in DALK surgeries has been modified from bare decimate membrane to bare dual layer. هنكمل توك واحدة عن الدمك وبعد كده هنشفت للأذر توكس. Would you like any questions about the previous presentation? حد عنده سؤال يا جماعة؟ Yes, please. هي المايكرو بابل دي تكنيك ديسكرايبد سنة 2011 أو 2012. التكنيك ان انت you remove first the superficial layer and then a second layer of the stoma and start to inspect the stoma at high magnification، يعني تزود الماجنيفيكيشن بتاع الميكروسكوب وتبتدي تحط سلاين مع فيسكو الاستيك على الاستوما عشان تقدر تايدنتيفاي التايبس اوف بابل. هتلاقي حضرتك في 3 تايبس اوف بابل، بابلز في الانتيريور تشامبرز، ماينيوت انترستومال بابلز، وفي سمول بابلز بتوين ديسمت ممبرين اند ذا ستوما. السمول بابلز دول هتلاقي انه فيهم موبيليتي خفيفه جدا، very restricted موبيليتي، بعكس الانترستومال بابلز دول completely non mobile، وال في الانتيريور تشامبر طبعا بيبقوا فريلو موبايل. تحط دروب اوف فيسكو الاستيك على وان اوف ذيس بابلز وتبتدي تفتحها بسرنجه انسولين بيفل داون.
اللي هي بتتحرك حركة بطيئة، حركة بسيطة يعني. وبعد كده لو فتحتها، لو فتحت عليها هتلاقي ان في سبيس اتفتح لك، هتخش بفيسكو الاستيك كانيولا وتنجكت الفيسكو الاستيك في الهول اللي انت عملته. هتنجكت مش ما تعتمدش على الديستكشن باور بتاع الفيسكو الاستيك، لازم الكانيولا نفسها تعمل ديستكشن مع الانجكشن بتاع الفيسكو الاستيك. تاني حاجة التيب التانية لما تيجي تخش في الهول، خش في الكانيولا فيرتيكلي، يعني خلي الكانيولا بتاعت الفيسكو الاستيك فيرتيكلي وانجكت. دي نمرة واحد، وبعد كده اعوجها وابتدي اعمل ديستكشن هوريزونتال. يعني اول انجكشن انجكت فيرتيكلي وبعد كده اعوجها هوريزونتلي وابتدي ديستكشن. ده عادة بيتعمل بالبينيك تكنيك، وده أهم خطوة. احنا المفروض معظمنا عندنا ريت اوف كراتوكونس عالي، معظمنا بيشتغل دلك كتير. لازم نتمرن على الهارفستنج او هاو تو جيت ا كومبليت جرافت فور دمك او ا فايبل جرافت فور دمك. المفروض ده عندي الدونر، ببتدي ان انا اعمل ستينينج تريبان بلو وجاست اي مارك the 8 millimeter area which is the untouchable area. ده المفروض ان هو my graft واني manipulation should be outside this 8 millimeter. بجيب super plate واعمل scratches في البريفري outside this 8 millimeter. ما ننساش الحتة دي no touch zone. ابتدي ان انا ارفع دسمة ممبرين من البريفري 360 درجة، يعني المفروض ان دسمة ممبرين يبقى 360 degrees free from all the graft. وبعد كده ابتدي اخش على ال 8 ملي واسيبه attached في السنترال اريا. بعمل بعد كده complete definition واعمل peeling complete peeling لدسمة ممبرين. البيل ده دسمة ممبرين ده I transfer it to the optizol أو لسالين، مفروض ان انا احطه في بيتري ديش. بيبقى partially stained، عشان يبقى completely stained لازم اشيل الاوبتيزول و اريبليس الاوبتيزول ب BSS. وابتدي البروسيس اوف ستينينج. لازم اخد بالي من الصبغه بتاعتي، المفروض ان انا تبقى الكواليتي بتاعتي بان بلو جود كواليتي. يعني الصبغات الهندي دايما ما بتصبغش كويس قوي في الموضوع ده، بيتر تو يوز الفيجن بلو اور اني اذر تايبس اوف ستينز. يعني الصبغات بتاعت الكاتراك سيرجي او بتاعت الكبسول بتاع الكاتراك سيرجي usually does not work good. بسيب الصبغة لمدة 1 or 2 minutes وبعد كده بغسل الصبغة واشوف الستيننج. هنا الستيننج ده كده كويس. بعد ما اتأكد ان الستيننج بتاعي كويس يبقى ابتدي اعمل لودينج للجرافت بتاعي في الانجكتور. في كذا انجكتور للدمك، but there is some criteria for the ideal دمك انجكتور. The ideal دمك انجكتور should be glass who should be designed for a no touch loading and the injection better to be by flow of fluid. يعني ما فيش بلانجر بيزق الجرافت بتاعي، المفروض ان الجرافت بتاعي عايم في فلويد اعمل له لودينج وهو عايم في فلويد واعمل له انجكشن وهو عايم في الفلويد نفسه. مفيش حاجة تزق ولا تسحب
الديماك انجكتور. It is very friable، مش زي الديسك انجكتور، مش زي الديسك الانجكشن بتاع الديسك. طبعا المفروض ان هو باسس through a 3 ملي incision and it should be easy to use with no risk for of losing the graft. اول ما ابتدوا يعملوا الديماك كان ميلز اللي طلع اشتغل بالجلاس بيبت، وبعد كده الناس فضلت انها تشتغل بالاي او ال انجكتور. في الاي سي ال كارتليج برضو استخدمت في الانجكشن، وفي دلوقتي كوميرشلي افيلبل انجكتور زي الدوك والجويدا. مش الجلاس بيبت عاده ما بتستخدمش دلوقتي، فا اي ويل نوت باس ثرو ات. الاي او ال انجكتور دي النورمال انجكتورز فور ذا هيدروفيليك، يوجوالي اي دونت يوز ات اني مور. I feel it that it needs lots of manipulation to load the graft and to inject it. وده طبعا بيأثر على السيل كاونت بتاع الجرافت بتاعي. وزي ما قلنا في الكريتيريا ان ما يفضلش ان انت تزق على الجرافت، المفروض ان في فلويد هو اللي بيزق، لكن في الاي او ال انجكتور هنكتشف ان البلانجر هو اللي بيزق الجرافت. وطبعا زي ما بيحصل ان ممكن يحصل ترابينج للجرافت نفسه ما بين البلانجر والكارتج. فا اي دو نوت ريكومند الاي او ال انجكتورز. الاي سي ال كارتج من الحاجات الظريفه جدا وايكونوميك وسهل جدا استخدامه. اللودينج بتاعه حلو وسهل، بركب على سيليكون تيوبينج سيستم، يعني تيوب من اي جهاز فيكو مش مستخدمة اخد حتة منها، ودي هتقفل على الاي سي ال كارتليج، وهحط عليها سرنجة 5 ملي مليانة سالين، وكده I created a closed system for injection of the graft. طلعت حاجات ابسط. الدارك انجكتور متكون من كيرفد جلاس بيبت كارتليج. الكارتليج ده بيركب في الناحية الواسعة وممكن يركب في الناحية الضيقة، وسرنجة 5 عادية. بستخدم الجزء الواسع هنا، انا بعمل الستيننج. بعد ما عملت ستيننج بستخدم الجزء الواسع من الانجكتور عشان اللودينج. هنا انا بركب الكارتليج في الجزء الضيق وبستخدم الجزء الواسع فور ذا لودينج. زي ما احنا شايفين اللودينج بيجي اهو جاست باي فلو فلويد، فلويد طالع والديماك انجكتور عايم فيه، وبعد كده بقلبه وبركب الكارتريج في الجزء الواسع وبستخدم الجزء الضيق للانجكتور، والانجكشن برضو جاست باي فلو فلويد. هنا بحقنه جوه العين. وبعد كده تبتدي البوزيشننج والانفولدنج. الجويدر انجكشن انجكتور مطلع نفس القصه، جلاس انجكتور في جزء واسع وجزء ضيق وفي نفس الفكره. الجزء الواسع بيستخدم for loading والجزء الضيق just for injection.
دي شورت فيديو عن الدمك. دي حالة تهيألي ان هو اي سندروم او عيدو كورنيال اندوثيليال سندروم وفكك اي. بعمل ستريبنج للديزيز دسمت ممبرين، بطلعه كله ان وان لاير، بفرده على الكورنيا، اتاكد ان في جزء ما فيهوش حاجه ناقصه، وبعد كده بعمل انفيرير ايريدكتومي وبشيل الفيسكو الاستيك واحقن الجرافت بتاعي جوه الانتيريور تشامبر وابتدي البروسيس اوف انفولدينج اوف ذا جرافت. جاست سم بيرست اوف فلويد اند تابينج اوفر ذا سيرفيس اوف ذا كورنيا. في بعض الاحيان بيبقوا كافيين ان هو يحصل انفولدنج، او ساعات ان انا احتاج ان انا الايد اوف ان اير بابل اوفر ذا جرافت تو انفولد ذا بريفيرال ايدجز اوف ذا جرافت، زي ما هنشوف دلوقتي اير بابل هانتها في الانتيريور تشامبر عشان تساعدني مش في الانتيريور تشامبر، ما بين الجرافت والستوم، عشان تساعدني ان انا افرد البريفيرال بارت. بعد كده بسحبها وبعمل complete AC fill under the graft. Tips during injection: use PSS, good quality TPM glue. Remove all of ophthalmic viscoelastic devices. Remove all bubbles from the anterior chamber and from the injector. The tip of the injector should be inside the wound. If the anterior chamber is shallow, use the AC maintainer and stop irrigation once the graft is entering the AC. Ask your assistant to hold the speculum away from the globe. Thank you.